السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا موقع اسمه كارت دوت سي او. الموقع دوت بيخليك تعمل أي موقع تحبه، تمام؟ فيه كذا تمبليت موجود جاهز، تمام؟ لو احنا اخترنا حاجة مثلا زي دوت أو دوت، أقوله سيلكت، فيبدأ يفتح لي القائمة بالشكل دوت. أنت مثلا عايز تغير الصورة، مجرد بتدوس كليك وتقول له أبلود، وتختار الصورة اللي أنت عايز تعمل لها أبلود بالشكل دوت، وتقول له اكسبت. اي كلمه عايز تغيرها بتعمل عليها سيلكت وتلاقي الكلمه هنا، فتروح قايل له انا عايز مثلا اغيرها، وتقول له دن. هو بيتولى كتابه الكود بالنسبه لك. هنا مثلا التويتر بتبدا تكتب الحساب بتاعك، تمام؟ هنا الحساب بتاعك اهوت، دي كلمه الليبل اللي انت عايزها، دي شكل ايكون، ممكن تغير الايكون لاكثر من شكل اخر وهكذا. تخلص بتقول له دن، تقدر تحط كل الحاجات اللي انت عايزها، وبعد كده تقدر تقول له سيف لي الحاجة ديت، اعمل لها بابلش، اختار لها الاسم اللي انت عايزه والديسكريبشن، وهيبقى الشكل دوت. انت مثلا كاتبها بيم مثلا اهي، هتقول له بابلش النيم اللي انت عايزه بالشكل دوت. هشوف حد تاني خده، طيب بيم 13، تمام اهوت. الديسكريبشن، بعد كده بقول له بابلش اهوت، بيقول لي بحط خلفية. طيب انا خدت مثلا الخلفية ديت، ففي ثواني ومجاني بقى عندك الموقع بتاعك الخاص بيك، اللي تقدر تدي رابط للناس كلها، والناس كلها تقدر تدخل على الموقع. ممكن يكون الموقع عبارة عن السي في بتاعك، فيو سايت، ده السايت اللي انا عملته دلوقتي. طبعا المفروض كل الحاجات دي ابدأ احط الروابط بتاعتها عندي، على اساس لما حد يدوس عليها يدخل على المواقع الاجتماعية بتاعتي.